هل سبق وجربتم قيادة القطار؟ ها نحن نفعلها الآن لنمضي على قضبان ابتدأ عمرها منذ العام 75-800 وهي الأطول في إفريقيا والوطن العربي. عمال وموظفو السكة حديد خلقوا بيئة متناغمة تنتفي فيها الطبقية وتسود المحبة وتعلو صافرة القطار لينتظم العالم. السكة حديد يعني صعب إنه نوصفها إنها مجرد مؤسسة بتخدم الناس، يعني فهي واحدة من القبائل السودانية الجديدة ممكن اللي تكونت في ظروف يعني فيها كثير من التعافي، لأنه مفهوم القومية السودانية يتشكل بشكل حقيقي في هيئة سكك حديد السودان. سكك حديد هي روحنا، علمتنا كثير وربت أولادنا والحمد لله. يعني أقول لك شنو يعني، ما بنقدر مهما كان عملنا ما بنقدر ندي حقها. القطر كما يطلق عليه السودانيون ظل رمزاً نضالياً لا يشيخ عبر العصور، ودونك مشهد قطار عطبرة الذي أتى داعماً لاعتصام القيادة العامة والذي صنفت صوره من قبل أكبر المؤسسات الإعلامية بأنها أكثر الصور الثورية تعبيراً. الاستقبال لقطار عطبرة هو ما كان مجرد استقبال لناس جايين، والقطر ما كان مجرد قطر، يعني المسألة دي كان فيها شجن كثير وفيها شوف عميق جداً لمفهوم عطبرة ولمفهوم السكة حديد، والناس برضو عندهم حنين يعني للزمن ده. القضبان العريقة والقاطرة العجوز لطالما عدها السودانيون واحدة من ممسكات القومية السودانية. هذه القاطرات لطالما حملت السلع والبضائع والقبائل السودانية وأسهمت في انصهار الفنون والثقافات والأمزجة. أيضاً طالما دعا السودانيون القطار وكأنه صديق حميم يرجى نواله لأنه سوف يأتي بالمحبوب. وكثيراً ما غضب السودانيون الشعراء من القطار وهجوه لأنه نأى بالمحبوب. هي ليست مجرد وسائل للنقل ولكنها قصة إنسانية جديرة بالحكاية. هنالك مدن سودانية كاملة أسهمت السكة حديد في خروجها إلى العالم، خروج الوردة من أكمتها لتقف على ناصية الحلم وتقاتل. سكان عطبرة أساساً كلهم مرتبطين بالسكة حديد، مجتمع مترابط، ويعني العلاقات الاجتماعية في عطبرة يعني لامة، الميزات بتاعت الغرب والمدينة يعني. ورغم انضباط القطار وقوته إلا أنه ملأ الدنيا وشغل الناس في السودان بأغنياته العذبة. في كثير من الشعراء والمغنين غنوا للسكة حديد ودورة، في أغاني شهيرة جدا ارتبطت بالسكة حديد أو بالقطار. الأغنية المشهورة يغنوها البلابل. قطار الشوق 200 طرح تودينا. رغم هذا الاحتفاء الإنساني والمساهمة النضالية إلا أن السكة حديد تسهم الآن في نقل نسبة 3% فقط بعد أن كان إسهامها يصل إلى 80% في قطاع النقل. أنا والدي لما نزل معاش يعني كان لما نسمع صوت القطر، نحن بيتنا قريب من محطة السكة حديد، بيجري زي الأطفال يعني كده، وبكون حافظ رغم الوابور السحب العربات كلها بصوت، بس بصوت الوابور يقول لك ده رغمه مثلا 18-56، ده وابور ألماني ولا بلجيكي مثلا يعني. فهو صوت القطر وعجلاته والمحطات والحاجات دي يعني فيها نوستالجيا قوية جدا كده للسودانيين، وفي حنين للوقت ده يعني. القطار هو وجدان شعب لا يشيخ.